تتعدد طرق إنشاء القناع في برنامج After Effects، حيث يمكن رسم القناع بأداة رسم الأشكال وأداة القلم بينتول، كما يمكن رسم قناع خاص باستخدام لون محدد أو بتحويل الأشكال والنصوص إلى أقنعة. نبدأ في هذا الدرس بالطرق الأساسية لرسم القناع. الطريقة الأولى من قائمة Layer، نختار القناع Mask ثم New Mask، فيظهر قناع في شكل مستطيل، ويمكن تحريك المقابض لعمل تحجيم أو تحريك أو إعادة تشكيل الشكل. ويظهر داخل الطبقة طبقة فرعية للأقنعة، وداخلها طبقة بعنوان القناع الأول ماسك 1، وفيها أربعة إعدادات: مسار القناع ماسك باس، ويمكن التحكم في أبعاد المسار من هنا، كما يمكن تحويل المستطيل إلى شكل بيضاوي. الإعداد الثاني لتنعيم حدود القناع ماسك فيزر، ويمكن إلغاء المشبك لإجراء تنعيم أفقي فقط أو رأسي فقط كل على حدة. الإعداد الثالث شفافية القناع Opacity، والإعداد الرابع توسيع القناع Expansion، والقيم السالبة تضيق مساحة القناع. نحذف القناع. الطريقة الثانية لرسم القناع تتم بأداة رسم الأشكال. نختار شكل ونرسمه على الطبقة الحالية، فيظهر القناع. أيضا لهذا القناع نفس الإعدادات التي ذكرناها. الطريقة الثالثة وهي رسم القناع بأداة القلم بينتول، ويمكن نسخ القناع من طبقة لأخرى. نحدد القناع ونقول له كوبي، ونقف على طبقة الخلفية ونقول له بيست، فيتم نسخ القناع. نحذف الفيديو ونرسم شكل مستطيل، فتظهر طبقة شكل وداخلها المستطيل، وعند رسم شكل آخر يظهر الشكل الجديد على نفس الطبقة. وعند الرغبة في عمل قناع لهذه الأشكال، نفعل هذه الأداة لإنشاء قناع. نرسم فنلاحظ أن الأشكال أصبحت أقنعة.